مساهمات ورعاية لضيوفها الكرام من مختلف الجنسيات. المتابعة بتأتي في إطار المتابعة الأشمل لكافة ملفات العمل الوطني وكافة القطاعات، وموضوع اليوم هو تحديداً ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها وما تقدمه لهم من خدمات في مختلف الخدمات في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية. طيب نتكلم في ارقام، ايه اللي طرح اليوم وتم مناقشته النهارده؟ نتكلم على ارقام اللي موجودين عندنا، وبنتكلم من كام دوله والاعداد، وايضا الاجراءات القادمه فيما يتعلق بهذا الملف. يعني يمكن استاذ احمد خلينا يعني نقول بصفه عامه انه التقديرات سواء المصريه او التقديرات التي سبق اعلانها من منظمه الهجره الدوليه هي وجود نحو 9 مليون لاجئ او ضيوف كرام، لا نستخدم تعبير لاجئ وانما ضيوف من الضيوف الكرام في مصر حوالي 9 مليون. الأرقام المصرية كما أوضح بياني اليوم تلك التقديرات جاري حصرها ومتابعتها من قبل وزارة الداخلية، كما أوضح البيان بالفعل اليوم أن وزارة الداخلية بدأت بداية من أول شهر يناير الجاري في القيام بعملية حصر دقيق لكافة إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بالضيوف المقيمين في مصر. وغرض تلك العملية هي كما تعلم حضرتك أن نعم. الدولة المصرية هي لها أكثر من أوجه، منها طبعا متابعة عملية تقنين الأوضاع، وثانيا لأن الدولة المصرية تتجه إلى عملية الرقمنة، وبالتالي هناك حاجة لإصدار بطاقات هوية ممغنطة حديثة يمكن استخدامها من قبل الضيوف المقيمين في مصر مع كافة الجهات الحكومية والجهات المعنية في الدولة. إذا عملية الحصر هي مستمرة، لكن خليني أقول لحضرتك إنه حتى الآن الأرقام هي كما أعلنتها، يعني حتى منظمة الهجرة الدولية في أغسطس 2022 أعلنت إنه يوجد نحو 9 مليون ضيف مقيم في مصر من 133 دولة، بيشكلوا نحو 8.7% من حجم سكان مصر. ب 56% منهم يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط. يعني تلك هي الأرقام الرئيسية. أيضا إنه الأرقام أوضحت أو ما تم تداوله في اجتماع اليوم أن هناك نحو 60% من الضيوف المقيمين في مصر يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، 6% منهم مندمجين في المجتمع المصري منذ حوالي 15 عاما أو أكثر، 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة. يعني تلك هي الأرقام الأساسية أو المعلنة حتى الآن، لكن كما ذكرت وجه دولة رئيس الوزراء اليوم بضرورة إجراء حصر ومتابعة مستمرة للأرقام وأماكن تواجد ضيوف مصر الكرام. وخليني أؤكد أستاذ أحمد تفضل. أن الغرض من متابعة هذه الأرقام وتناول هذا الأمر هو في شق أساسي منه، بخلاف طبعا ضرورة توفيق الأوضاع مع القوانين وإجراء الحصر اللازم للإقامات وخلافه، لكن عملية متابعة أماكن تواجد وأعداد تواجد ضيوف مصر الكرام هدف أساسي منه هو حسن استخدام موارد الدولة، حسن متابعة ما تتحمله الدولة من أعباء، وأيضا هذا الأمر يسهم مستقبلا عندما نتحدث عن أعداد من الضيوف المقيمين في مصر واحتياجاتهم في مختلف القطاعات. هذا يسهل من مهمة الدولة المصرية في معرفة احتياجاتهم، معرفة كيفية التنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى الدولي والجهات المانحة فيما يتم تقديمه من دعم للضيوف المقيمين في مصر في هذا الصدد. طب سيادة المستشار محمد، ربما هل كل الموجودين دول بنتكلم على تقنين أوضاعهم، ولا لسه احنا بنتكلم على لسه هيقننوا أوضاعهم
وماذا عن فرص العمل؟ هل هي تتناسب مع هذا الرقم ولا هي أرقام بسيطة؟ يعني خلينا نقول يا فندم انه لا، في عدد كبير بالطبع من الضيوف المقيمين في مصر اوضاعهم مقننه، ربما يعني خلينا نقول انه ربما بعض الضيوف المقيمين من اعوام سابقه كانوا قد دخلوا الى البلاد في اطار ما تمنحه مصر من اعفاءات في مجال التاشيرات وخلافه، وبالتالي الوضع الحالي ما تقوم به وزاره الداخليه هو متابعه وحصر أعداد الضيوف من الذين دخلوا إلى مصر في السابق، وبالتالي في نسبة كبيرة مقننة وأوضاعها يعني مقننة، وهناك حصر بالفعل لدى وزارة الداخلية بشأن تلك الأعداد.